باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. في بدايه هذا الصوم الذي نعتز به في كنيستنا المقدسه ويعتبر المقدمه للصوم المقدس يسبقه باسبوعين، وصوم يونان او صوم نينوى على الادق هو أحد الأصوام المحبوبة جدا في كنيستنا، وطقسه كطقس الصوم الكبير ويعتبر من الأصوام القصيرة 3 أيام. وهذا الصوم نهتم به وتهتم به الكنيسة لأنه ينبهنا جميعا بالاستعداد لفترة الصوم المقدس، الفترة الغنية والدسمة في كنيستنا. قصة يونان النبي قصة حقيقية حدثت في القرن 8 قبل الميلاد. يونان أحد أنبياء في العهد القديم وله سفر يحمل اسمه، ولكن هذا السفر لا يتحدث عن النبوة بقدر ما يتحدث عن اختبار عاش فيه هذا النبي الذي استمرت حياته حوالي أو ما يقرب من 100 عام، خدم ربنا فيها عشرات السنين، ولكن كان هذا الاختبار هو أهم اختبار في حياته. كلنا بنحب قصة يونان والقصة بالدراما اللي فيها وبالأحداث اللي فيها، قصة مؤثرة. وقصة يونان أو شخصية يونان النبي هو النبي الوحيد اللي السيد المسيح شبه نفسه بيه. يعني لما جه يختار ربنا يسوع المسيح نبي من العهد القديم لكي ما يشبه نفسه بيه، خاصة في أحداث الصليب والدفن والقيامة، فكانت شخصية يونان هي الحاضرة أمامه. صوم يونان 3 أيام، والحقيقة 3 أيام دول بيقدمونا 3 دروس تمثل قوام الحياة الروحية. عايز تمشي صح؟ عايز تعيشي صح؟ عايز حياتك تبقى مقبولة قدام مسيحك؟ عايز عمرك بحسب السنين اللي ربنا يعطيها يكون مرضي أمام المسيح؟ اسمع هذه 3 دروس وطبقها وعيشها في حياتك، ليس في الصوم فقط ولكن كل العمر. أول درس بنسميه درس المخافة، والدرس الثاني درس الطاعة، والدرس الثالث درس التوبة. وهذه 3 يا إخوتي تشكل طريقة حياتنا، وإن شئت الدقة تشكل مقياس تقيس عليه أنت ماشي صح ولا غلط. ما ممكن واحد يبقى ماشي في مشوار كبير ويكتشف في الآخر أنه كان تايه، ما يوصلش. أول درس، درس المخافة. يونان الله طلبه في إرسالية، جه قدام ربنا وقال له حاضر يا رب تحت أمرك. لكن في قرارة قلبه لم تكن هذه الحاضر حاضرة. لسانه قال حاضر لكن قلبه قال لا. عارفين لا ليه؟ لأن قلبه لا تسكنه مخافة الله. يونان هتعمل ايه؟ قال سيبك من الكلام ده، انا اشوف اي حتة كده واروح امشي فيها. يونان ده ربنا اللي بيقول لك، معلش برضو انا ليا فكري وليا رؤيتي، ويعني اللي يقوله ربنا يقوله بس اللي اعيش انا فيه. يونان ده انت نبي، ازاي تعمل كده؟ قد يكون الإنسان خادما أو مسؤولا أو كبيرا في مجتمعه،
ولكن قلبه مفهوش المخافة. قد تكون أب في أسرة أو أم في أسرة ولا تكون المخافة في قلبك. البداية يا إخوتي أن يكون في قلبك مخافة، والمخافة تعني حضور الله في قلبك دائما، أن الله لا يغيب عن وعيك ولا عن فكرك ولا عن رؤيتك. الله حاضر وشايف وعارف أنت بتعمل إيه. يونان هتعمل إيه؟ قال أنا هنزل كده وروح المينا وأشوف أي سفينة رايحة في أي مكان وسيبني من الشغلانة دي، وهرب يونان. ونحط علامة استفهام كبيرة ونقول يونان ده أنت نبي تهرب؟ قال آه، ده أنت كبير تعمل كده؟ قال ما هو الكلام اللي سمعته مش عاجبني. آه هو مش عاجبك عشان أنت قلبك خالي من المخافة. يونان لما ركب السفينة وسألت رايحين فين، ترشيش في الاتجاه التاني، نينوى كده ترشيش كده، وبعدين يا يونان قال أنا عايز أهرب كمان، تعمل إيه؟ قال ينزل إلى جوف السفينة. والكتاب يقول لنا ينام نوما ثقيلا، واحد عايز يهرب من نفسه. أما إذا كان قلبه ممتلئ بالمخافة فلن يستطيع أن يهرب ولن يقدر. البحر هيك والسفينة تتعرض للغرق، والسفينة فيها ركاب من كل حتة، وكانت شايلة بضايع، وفيه ناس بحارة، ولكن حسب قوانين البحر يرون أن هياج البحر في هذا التوقيت لم يكن عاديا، فقالوا بس في واحد في وسطنا ربما يكون سبب هذه البلية. وبعدين يا يونان، يونان ولا هو هنا، وفي الآخر يونان بحاجة خالص. ابتدوا كل أهل السفينة وركاب السفينة يرفعون صلاة كل إلى إلهه. كان البحارة وثنيين، فضل واحد بس اللي هربان. قوم أصرخ لإلهك، أنت عملت إيه؟ أنا هارب من وجه الله خالق السماء والأرض والبحر. يا ده أنت عملتك عملة كبيرة قوي. طب نعمل قرعة، طوع القرعة على صاحبنا، ويبتدوا المخافة التي كانت حاضرة في قلبهم تتحرك، ويحسوا أنهم أمام إله عظيم صاحب هذه السماء وهذه الأرض، ويلقوا يونان يسير البحر في هدوء. يقول لنا الكتاب عن البحارة فخافوا خوفا عظيما ونظروا نظرا وذبحوا ذبيحة. مخافة قلبهم هي اللي بتحركهم. مخافة الله اللي موجودة في قلب الإنسان تجعله إنسانا صالحا، إن كان في أسرة، إن كان في خدمة، إن كان في مسؤولية. مخافة الله أولا. كلكم حافظين الآية، رأس الحكمة مخافة الله، بداية طريق الحكمة مخافة الله. ولذلك يا إخوتي في هذا الصوم والصوم القادم إذا أراد ربنا وعشنا، صلي إن ربنا يملأ قلبك وبيتك بالمخافة. صلي أن الله يملأ كيانك بهذه المخافة. تقف أمام الكلمة المقدسة سواء في الإنجيل أو في صلواتك وترتعد، فالله حاضر، الله يتكلم. العالم بقى بيحاول يضيع مننا المخافة دهي، وكل واحد يمشي على هواه، وما يحسن في عينيه يصنعه، وتكون النتيجة كل الشر اللي بنشوفه في الحياة. ده الدرس الأول. الدرس الثاني
الدرس الثاني أيضا درس يمثل الخطوة الثانية، درس الطاعة. يونان تذمر وخالف وهرب. يونان هتعمل ايه؟ قال زي ما تيجي بقى يونان، ده هيرموك في البحر، رموني في البحر. ولكن الله يدبر بحكمته السامية هذا الكائن الحيوان الحوت لكي ما يأتي في لحظة معينة يتلقف فيها وسط البحر الهايج هذا الإنسان المطروح. أنا عايزكم كده تتخيلوا من باب الخيال، لو الحوت اتأخر دقيقة كان يونان يبقى فين دلوقتي؟ لو اتأخر ثانية بلاش دقيقة. ولكن في التوقيت المعين، حتى تقرأ في الكتاب وعد الله حوتا عظيما بالضبط، ويقول للحوت روح لغاية السفينة الفلانية وقف جنبها وهبعت لك هدية. في لحظة معينة يفتح فمه ويستقدر يونان ويحتجز في جوفه هذه الأيام الثلاثة، يفتحش بقه تاني ويخلي فيه مساحة هواء، فراغ هواء عشان الراجل يتنفس، مش كده برضه؟ وبق الحوت أو فم الحوت مليان بقى مية وأعشاب البحر وحاجات كتير وربما سمك صغير ويحرسه. ويصير الحوت بمثابة هيكل متحرك أو كنيسة متحركة. يونان ابتديت تتقرص، ابتديت تفوق، ابتديت تصحى. ما خدتش بالك يا يونان ان الحوت كان اكثر طاعة منك؟ انت الانسان العاقل لا تطيع الله، وهذا الحيوان يطيع الله. ولكم ان تتخيلوا الفرق. وهنا بيحطنا مسحنا قدام موقف مهم جدا. هل في قلبك هذه الطاعة؟ هل بتحب تطيع ولا ماشي برضو بمزاجك؟ على ابن الطاعة تحل البركة، العبارة المشهورة في مسكياتنا. والمخالف دايما حاله تالف. يونان